شلونكم شباب؟ كيف الحال؟ معكم انس او شيخ العرب من قناة فورتنايت بالعربي، واليوم رجعت لكم في فيديو جديد من نوعه ان شاء الله بداية سلسلة اللي هو سيت اب كيف ترتب الدفاعات لتوين بيكس. نبدأ من واحد ان شاء الله وننهيها عند 10. حاليا احنا فتنا جديد على توين بيكس، هون بدنا نعمل سيت اب. عندنا الامبليفاير الرئيسي اي هون موجود بنينه عادي، البنى ما بفرق كثير على البنى اللي عليه لانه رح تعتمد انت على الترابات وعلى الترتيب. المهم اول هجمه للتوين بيكس، الاول هجمه الاولى حتيجي الهجمه الرئيسيه من هون، وهي الجهه الرئيسيه اللي من الايست، يعني اغلب الهجمات راح يجي من الايست 2 و3 و4 و5. الهجمه الثانيه اللي هي من النورث، وكمان النورث حتيجي بس اعتقد حتيجي معك في واحد او اثنين او ثلاث، اذا اجت ممكن ما تجيش من النورث. هذول الثنتين ثابتات ورئيسيات للتوين بيكس 10. من جهه الويست، الويست ما بلزم تبني كثير لانه في عندك امبليفاير حتفعل في ستورم شيلد ديفنس 2، حتفعل ياها يا بالويست يا بالساوث، حتبني اشي على الخفيف انت في الويست عشان ما تخسر كثير موارد وراح تهدين بعدين. الهجمه الرابعه اللي ممكن تيجي اللي في الدفاع الاول اللي هو على جهه الساوث، على جهه الساوث اذا بتلاحظوا حتيجي الريسباون من هنا، يعني حتى من هون لهون ريسباونهم. ولكن انت ما راح تخسر موارد كثير لانه اصلا حتبني الامبليفاير هذا. فعندنا بالدفاعات الرئيسيه الثنتين اللي حنركز عليهن في الدفاع التوان بيكس ديفند 1 اللي من جهه الايست وهي اهم جهه لازم تبني ترابات منيحه عليها، او من جهه النورث. من جهه النورث حتيجي بس عندك هجمتين خلال التوان ستورم شيت ديفنس 10، انت وحظك طبعا كله حظوظ. حاليا نبلش نعمل سيت اب ونبلش اول شغله في جهه الايست اللي هي الرئيسيه. طبعا انا ببني بميتال دائما وبنصح اني يبنوا ميتال لانه ما بدكم يجي تبع البروبلين ويدمر لكم الدنيا. نعمل هيك تمام، نعمل واحدة اثنين ثلاث هاي، ونعمل هيك تمام هاي هيك هون عشان نزلتهم تحت. هون نعمل الفخاخ ارضية تحت مثل ما راح تشوفوا حاليا. عندنا هون نعمل هيك هيك تمام، هون نحط بوكسات ارضية وفوق نحط بوكسات جانبية. نروح على البوكسات، ما بلزم يكون 106 يعني 82 بيمشي معك، بس انا فيش عندي الا 106 حاليا. وعدونا انه ينزلوا انه نقدر نعمل كرافت لو ليفل، فان شاء الله خير. وعندنا البوكس الارضي، عملنا بوكس ارضي ما ننسى اكيد الرف العلوي، لان الرف العلوي عملنا شغل مليح. هم بضربوا في البوكس الارضي بيطلعوا فوق بينزلوا وين؟ تحت. عندنا البوكسات الجانبية كلنا هي أهم أساسية، أهم شيء لازم تطوروا كل الحديد الموجود كله لازم يتطور. هنا واحدة واحدة هنا اللي هو السيلينج دروب تراب، هذا فائدته بس انه بس ببطل الزوم عشان ما يمل ضغط على الترابات ويخذ راحتي في الريلود سبيد تمام. انه هون كمان عشان نبطئهم بزياده اشواك ارضيه، يعني عندي ايبك شوك ما بلزم ان يكون جولد لانه اصلا هن ايش فائدته كمان للتبطيء، مش نعمل ضرر في الكومبي او نعمل دمج. اوكي ما بنقدر لما نبلش نعملها ان شاء الله. هون هو باب هون هاي نعمل هاي الحركة عشان لما يجي إذا مشوا من الترابات عشان مشوا خلال فترة الريلود سبيد وحد الترابات يجي هون مثلا حط لهم بلوكس انزل احط لهم ترابات تحت. ايه حط ترابات تحت هسه بس. هاي في
يجي من هون بضرب هون برد يرجع، فهذا بيكون ماخذ راحته في الريلود. بضربه وين؟ تحت تحت. حنين نفرش كل الارضيه تربات مثل ما راح تشوف حاليا. إيه هون كمان نحط ارضي. زيادة كمان ندخل ضربه ونعمل الجليتش. انا نزلت الفيديو للجليتش كيف تعمل الجليتش تطلع برا الزون، فانا راح اعمله حاليا. احط لكم رابط كيف تشرح بالضبط شرحه، لانه في ناس ما بزبط معهم لانه الريسبون تبعهم غير. انا حطيته في الوصف، فاللي حابب يعرف كيف يعمل الجليتش بيقدر يفوت على الفيديو ويحضر. اوكي طلعنا برا الستورم شيلد ديفند. هون بنستفيد منها الشغله انه بنقدر نعمل ترابات براحتنا عند الريسبون تبع الزومبي وما في اي مشاكل معنا. فانا هعمل الريسبون بالاول، ببلش من عند الريسبون تبعهم وطني فايت على الدفاع عندي. ان شاء الله الستورم شيلد ديفند بتقدر تعمل برا. ما قلت لكم هاي الجهة الرئيسية وركزوا عليها لأنه برسبن عليها كثير وحتيجي الهجمة. هي الهجمة الرئيسية لستورم شيلد ديفند واحد. رسبانهم هم حيكون هون رباد. اوكي لقدام ما بقدر عشان اللافا. كل اللي راح نعمله نحط رباد علوية نوزعهم بين اللي كيف الغاز راب انه بيعمل افكت دوريشن انه يضل يدمج في حتى بعد ما يروح منه. الميزة بتصير انفكت فيلد انه ساحل بغطيها كتير. فانت بتحطه على الزوايا على المناطق اللي بعيد جيد جدا. عندي هنا بقدر احط اي هاي الجهة من هون لازم تنبنى حاليا هسه بنبنيها. انا بس تمام حاليا. اذا في اسمشارات اسمشارات راح يفضلوا راح يفضلوا هاي الطريق. اذا في اسمشارات راح يفضلوا هاي الطريق تمام من الجهة هاي. معروف عن اسمشارات على الجهة هاي لانه تعرف انه تعب كثير. اسمشارات حيفضلوا هاي الطريق. عشان نقيم اسمشارات نعمل لهم بوكسات ارضيه وندبهم تحت. اذا دبناهم تحت خلص خلص شغلهم ما لهم فينا. كل اللي بنعمله بنعمل هيك 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 غلط. نقيم هذيك خليها اوكي حتفيد حتفيد. نعمل ارضيه هيك. هاي الحركه انه اذا اذا كسروا هذا ما بيقدروا يمشوا على هذا، هاي لازم يكسروا هذا. بس بدنا اخر دفاع جديد بالبنى اللي عملناه. نطور هذا اللي هون سيات ارض. يو كريزي. راح نعمله سيات جانبيه. اود اوكي سيات ارضيه. طورن للماكس. اهم شيء بالماكس يعني ما تبخلوا في البناء في تطوير الحديد يعني. وبعدين شغله ثانيه ما تبني كثير، حاول انت تبني على قدر الامكان. هي افضل طريقه انك انت تبني ترابات بافضل جوده في اقل عدد لانه ما بيعطيك مساحات كثيره في السوق. يعني في ناس كانوا يحكوا معي انه ما بيقدروا يبنوا لانهم اصلا كانوا بانيين كثير شغلات فعلى الفاضي الشغلات فراحت عليهم.
هناك من هاي الجهة نكون خلصنا من السورم شيلد اللي برا السورم شيلد، حنفوت نروح على ذيك الجهة نبني للجهة الثانية والجهة الرئيسية. فكل اللي راح نعمله حنيجي هون هون اوكي هنا كات هنا ارضيات ونعدلين تمام. حيجي هون همي فوتوا كمان من هون. اللي راح نعمله احنا نسكر هاي الجهة نبلش من هون نسكرها اوكي الآتي. هيجي أول جهة هتيجي من هنا تفوت هتأخذ غرفة إعدام الرئيسية اللي هنا. نعمل أخرى كمان هنا غرفة إعدام أمام غرفة إعدام كمان هنسكر من هنا قدر الإمكان تمام. هنا الملف زي هيك يكون أفضل الاعدام كلنا. غرفة الاعدام فيها غاز الذهب دينامو. دينامو اهم تراب جانب لازم يبقى معكم يعني دينامو تراب رئيسي جانبي. وغرف الاعدام يفضل تحط جوا على الجانب طبعا معروف انه هون بوكس. على الارض لازم تحط الشوك عشان تبطل فبيجيهم بطئ حركته بضرب البوكس داخل بجمد التراب الجليدي هذول بقدر راحتين في انه يضرب ما تعم تشان هيك ايه وهي بتيجي هون تمام. ان هنا اوكي تمام ناخذ هنا الربات ايه هذا ليش اوكي نعمل باتش سايكل لكل بدي شيء اوكي هذا بدي شيء اوكي تراب الارضي اللي هو جليد جليد معنى جليد تقدر تعمله هنا هيك تمام. تقدر تعمله ايش الناس بيعملوا غرف اعدام علويه تفيد كثير صراحه. هي انا مثلا نحط الترابات قبل ما نطبش احنا سكت building دينامو الباب عندنا هنا تمام. الغرفة الثانية دينامو 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 غاز الباب غرف اعدام علوية أرجيكم كيف الآلية اللي راح يشتغل فيها. نحط شو جديد تراب دينامو غاز الذهب الآلية اللي راح يشتغل فيها نعمل هنا هيك 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 نحط بوكس أرضي لور لانشر. لور لانشر راح يزيد وين جوا غرف الإعدام تمام. إيه هاي بتفيد كثير صراحة للمناطق الضيقة وكثير صراحة في توين بيكس ما بتلاقي مناطق كثير تبني فيها. أهم شيء إنك تعمل تشوف أنسب طريقة تحط غازات هذي هون عشان بعيد المنطقة بنقدر نحط إحنا اللي هو ببطئهم العجال عشان تبطيء بس مش أكثر. على الجوانب بتقدر تحط سيلينج وهون بتقدر تحط تقدر تحط اللي هاي دارت وول دارت. ليش الوول دارت؟ لانه الوول دارت مسافته بعيدة فلو اجى هون الوول دارت حيصيبه كمان. هاي هاي ميزة الوول دارت هون تقدر منه بهاي الحالات تقدر تستفيد من الوول دارت.
الولدات للمسافات اللي بعيدين مثل هاي. بس هو بالنسبة للداخل عرف الأدام لا ينصح لأنه الداينامو أقوى منه. خلينا نحط ترابات فلور لانشار. مية مية. هنا ما خلصنا الشغل هون نبلش نشتري هون. هون تمام هيك. دينامو كمان مرة حنحط هاي الآلية نرجعهم فلور لانشر يجي هون حيضرب الفلور لانشر ينزل لتحت كمان هنا هون جهاز تراب هنا بعمل هيك هاي الحركة مفيد عنا دينامو هاي ميزة الدينامو كمان نوب على الحيطان الصغيرة تريك بوت زيادة أكثر شيء هنا كمان هيك هون بنقدر نحط الكازي تراب هون I would I can't نقدر نحط دينامو You're crazy جاهزة تمام غرف قدام واحدة وفي هون حتكون غرف قدام ثاني من هذيك هون حيجي ترابات نعمل الجلتش كمان مرة ونطلع برا نزبط نخلص من هاي الجهة على الأخير بعتذر جدا إذا كان الفيديو طويل بس فعلا يعني أسرع من هيك ما بيجي بدك تبني ترابات تعمل سيت أب كامل مش بالسهولة هاي اوكي هاي طلعنا من الجليتش وطلعنا برا نروح على السريع خلص من جاي نخلص على الاخير من جاي خالصة تمام حتكفيك للترابات ميزت حتى ستورم شيلد ديفنت 5 بعدين حتضطر تطور الترابات عشان يمشي معك عشان يمشي معك الوضع مش لان الترابات على ستورم شيلد ديفنت 5 بيمشي اذا كان الترابات بس اذا كان ان شوي او تلال هيك مثلا تكلفنا دول شوي ما بيمشي معك حتضطر تطور الترابات ديوان نخلص شغلنا من هون في عنا داينامو داينامو عشان يعني هذا التراب هنا هذا التراب هون مش لحظة هي الستورم شيلد إذا كنت تخرج شوي ما بقدر أطلع فلازم أخذ حذري. وأنا شو أرضي لأنه في بوكس حيجي غرفة حدام داخلية. قدام على الارض هون في شوكي الارض هون في فريز تراب يعني هون في عندنا لانشر هون في انسى بشي اللي هو غاز تراب لانه فيزيكال بيرفع اكثر ما بيغلبني يو كريزي دينامو تمام بيغلبني بس من هنا
سيارة. نو. يجوا يجوا هنا. سيارة. إنه هنا بنحط بوغاز الباب. كات. I would. I can't. هاي الجهة حتستمر معك وحتريحك كثير. كات. من جهة الإيست. ضروري مشيل. أهم جهة. نو. ضروري. ضروري تبنوها بصبر يعني ما تستعجلوا عليها لأن الجهة هاي أهم جهة. You're crazy. لا نحن ما بلزم نحيد. تمام من هاي الجهة. بس هنا. نو. جاهز هاي جاهز هاي جاهز الجهة. هاي السيت اب حيكون مثل ما شفتوا جهة الايس. من جهة النورث انت مخير انه مثلا تبدا الهجمة اذا شفت من جهة النورث تلغي الهجمة وبدأ هجمة جديدة. او انك بتبني ترابات ريسباون حيكون من هنا 10% هون. 70% حيرسمن تحت لورا. و20% حيرسمنوا على هاي الجهة. انت مخير انك تبني ترابات او تخليها فاضي واذا بلشت الهجمة ان من هون تلغي الهجمة. انا بفضل اخليها فاضية واذا بلشت الهجمة من هون الغيها وبلش هجمة جديد. يعني هي اول هجمة دائما تيجي على الامبليفاير الرئيسي. فالاغلب حتيجي من هون. ولكن اذا اجت من هون الغي الهجمة وما بلزم تشتغل. او اذا كنت برايك مثلا بدك تقدر تختخ عليهم وتحاول. ما بتفرق كثير. الجهة الرئيسية عشان نسلك حالنا. I would. I can't. هون حيجي من هون. حيرسم من هون. طولها. حيجي يا من هون يا من غاد. نعمل كالآتي. نعمل لهم طريق من هون. اوكي نعمل هيك. ما بيجي. هيجي هنا هيك نقدر نعمل لهم ترابات جانبية ترابات جانبية الآن هنا تقدر تعمل هي هيك make some plans جانبي هنا الاشارات الارضيه هاي الجهه ما تركز عليها كثير لانها حتبنوا كمان يعني امبليفاير فما تركز عليها كثير لانه هذا كله حيتدمر يعني حتخسر موارد بس على الفاضي على الخفيف اعملوا تطوير لليفل 2 واعملوا الانشارات ارضيه بوكسات جانبيه بس ما غير هيك اصلا حتخسروا على الفاضي فقط لا غير فاللي نعمله اذا اجوا من هنا اذا اجوا من هنا تحت هنا برا ونعمل لهم حلوة هيك على الخفيف ما تخسر كثير زين مثل ما قلت حتخسر هذا ارضي اشتغل هنا شوي نحط ترابات بس بسيط طول هذا الباب داينامو او هون نحط مره خليكم تخليهم حلقه مستمره
اوكي هنا هيك هيك هيجي من هنا بس عشان يرجع كمان مرة نقلبه بوكسون عشان يرجع كمان مرة هون بنقدر نحط العجاج الحلوية نو هون بنقدر نحط شوك I'm loving this. Allah. Let's get building. بنقدر نطلع برا الزون ما في اي مشكلة ولو هذا حدا مش هون بنحط البوكس جانبي نعمل كرافت اي نمو دي تمام نحط شوك دور سباي اول ما تبلش الهجمه بتقدر انت تهدي هون تزحط تظبط تمشي وضعك تمام هيجي هون هذا هيك بس هيك ما تخسر كثير لانه اصلا انت حتدمر كل هذا اللي بنيته الهجمة الثالثة اللي من هون كمان حتدمره يعني مش حتكمل لانه انت اصلا حتدمر كل هذا بعد ما تبني بستون شيت ديفنس حتبني الامبليفاير حتضطر يا تبني الامبليفاير الموجود في الساوث يا موجود في الويست فانت عندك الاهم شيء رئيسي لازم تركز عليهم بس الايست والنورث النورث الايست كنا اساسي واهم نقطة للامبليفاير الرئيسي لازم تشتغل عليها وتبني عليها كثير النورث هي اول هجمة اذا ما بدك تخسر موارد وما بدك تضلك تحافظ على عدد البناء على قطع البناء المسموح لك ستورم شيلد تقدر انت ما تبدا الهجمة اذا جت من النورث تلغي هي تيجي هجمة واحدة بس هي اول هجمة تمام يعني مثل ما نعمل راح نعمل حاليا انه ما نخرج نخسر موارد لانك انت راح تبني ترابات لقدام ستورم شيلد ديفند فكل اللي راح تعمله من هاي الجهة ما حيرسبنه هنا راح تيجي تعمل كالاتي هنا ترابات هنا ترابات ترابات هيجوا من الغاد هنعمل الجلتش وحننزل وين برا ال برا الستورم شيلد عشان ناخذ راحتنا نبني شوية ترابات هون بس ايش حاليا خلينا نخلص من هنا بس هيجوا بس من امي هيك 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 كيف ما راح نسوي كثير نعمل من هنا اللي هو فتح قدام صغيرة اجل سبحانه من هون هون حنعملهم بس هيك بزيادة تمام واذا اجى حدا من هون وفات بدنا نعمله بحد الباب تابع خفيف داينامو داينامو على الجوانب هون عشان نعملهم اذا مرقوا من هون بنقدر نعملهم بوكس جانب انهم يرجعوا من مكانه جانبي هنا بوكس جانبي اكيد لا
شهر فيه عشان اللي تلعب يدربهم وين ولا خلص منهم هون شوك. I would. I can't. هاي جاي هيك ما تخسر شيء كثير. انا بس راح اطلع انا برا الستورم شيلد عشان ابني شويه بتعمل لهم طريق يجوا من هنا ويديروا تحت اللافا. فقط التغيير اللي راح اعمله نعمل هنا درجه حاليا اللي جلتش. انا باني اللي جلتش صراحة عند الحر وبطلع برا بكمل المهمات وبكون بعمل سيت اب كامل للستورم شيلد. هيك طلعت برا الستورم شيلد. تدري شو انه هون في شيست ليفل 3 في شيست اعتقد تحت هاد ما بطلع من هنا شي منيح بس خذوهن يعني ليش يضل الموجودات. اوكي يعني نطلع نتخلص من هاي الستة ما تايم تو شاين. من عندي من عندي من هون انت اوكي بس خلينا اشوف هون اشوف يا كريزي هي الانشارات الارضيه هناك انشار ارضي اود اي كير ونتخلص منهم ببساطة وسهولة. عندنا هاي هون اللانشر جانب عملنا احنا اللانشر. اوكي تمام هاي جهة تسلل تايم تو بيلد. لا لا اوكي ايوه طب وكيت في اللافا يا ايهم. اوكي بس الجليتش اذا متت انت برا السامشيل بتضلك برا السامشيل ايهم بس وقف لي على الجهه اللي بدي اروح عندها يا صح ما خاب ظني هذيك ترمي لا ويا اللف يا مرة ايه انا عندي ما
ما حيرسبن هون. قلنا شو نعمل؟ نعمل هاي هيك. نشيلهم هذا عشان نعملهم طريق هون. نصبش هاي هون، هاي هون، نعمل بوكسات جانبية. بوكسات جانبية عشان يرجعوا. يغلبون الدم دمه هون. عندنا الفلور لانشر. بدنا نعمل little building. هون كمان هيك نجيبه من هون. هون يجي هون. أرضيات. I'll take that. Nope. I would. I can't. You're crazy. بس أهم شغلي. حلو الطريق. إحنا بدناهم هم هيرسبنوا هاي الجهة، تمام؟ عشان يجوا من الطريق اللي بدنا إياهم يجوا منها، هنفتح طريق. هي الطريق هاي من هون كل شيء تمام، ما بدنا نعمل شيء زيادة. هنفتح طريق من هون. أوكي. يعني هذا راح المفروض إنه يتكسر ويمنع عمل طريق للأمبليفاير كامل. عشان الموب يجي يهجم من هون. من بدنا اياه يجي يفوت علي نضطر نغلق هاي هيك تمام نفتح له طريق يجي من هون للامبليفاير لانه لو ما فتحناهوش طريق حيصير يدمر في البوكسات الجانبيه حتى تمام انتبهوا للشغله هاي وفتحوا لهم طريق دائما قلبونا وهيك بنكونوا منا جهزنا الثلاث مناطق ما تخسروا عليها نصيحتي ما تخسروا عليها هي اول هجمه اذا جت من جهه النورث خلص الغي الهجمه وبلش هجمه جديده اول هجمه يا بتيجي من هون بتيجي من هون تضل مشي تمام بعد ما طبعا بعد ما تبني الامبليفاير الويست وامبليفاير الساوث تمام لانك اذا بنيت امبليفاير الساوث حتلغي الهجمه الرئيسيه للامبليفاير من الويست اذا بنيت الويست واذا بنيت الامبليفاير الساوث حتلغي الهجمه الرئيسيه اللي حتيجي للامبليفاير الرئيسي من الساوث كل شيء مرتبط ببعضه هاي الهجمة هو اصلا ما بيجي بكثير ولكن اذا اجى الغي الهجمة بنصح اهم شيء تخسر هاي الجهة وتتأكد منها كل شيء تمام لان هاي اهم جهة وتعبوا عليها اهم شيء زي ما قلت لكم تبنوا على الرسبان تبعهم الترابات وبس وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك تشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله